طيب احنا بنتكلم على الجراند اوبشن، وبنقول ان الجراند اوبشن معناها ان انا لما كانيت يوزر واديله صلاحيات، هل لي حق يديها لغيره ولا لا؟ يعني فور اكزامبل، لو انا جيت قلت جراند مثلا اوفر بريفليجز، خلاص انا عايز ادي كل الصلاحيات اون اون سكول، تمام؟ اون سكول يعني على السكول بكل التيبلز بتاعتها، ماشي؟ تو وهقول له مثلا تو احمد مثلا اللي احنا كرهناه واشتغلنا عليه، تو احمد at local host، يعني لما يكون داخل من local host، local host يعني لما يكون احمد عامل لوجن من اللوكال هوست، يبقى grant all privileges على الايه؟ على السكول، تمام كده؟ grant all privileges على السكول. ممكن طبعا اقول له identified by احنا كنا عاملين احمد مش هغير الباسورد، خليه زي ما هو، احنا مش كل شويه نعمل باسوردات، خليه احمد بس، تمام زي ما احنا. يبقى انا هقول له جراند اول بريفليجز، ادي كل الصلاحيات على السكول بكل جداولها مين لاحمد لما يكونكت من لوكال هوست ايدنتيفايد باي احمد بس، ايدنتيفايد باي احمد بس، وجاي كده مزود كلمه ويز، تمام؟ جراند سبيس اوبشن ويز جراند اوبشن، كده معناها ان احمد لما يلوجن على السيستم هيبقى ليه حق انه ايه؟ انه يدي يعمل جراند اوبشن، يعني يدي الصلاحيات دي من او من التيبلز اللي موجوده عنده الى غيره، يقدر يدي الصلاحيات دي الى ايه؟ الى غيره. دي فكره الايه؟ الفكره الاولانيه. طبعا ممكن اقول له ادي له بقى مديل كده لوحديها، وهجرب برضه دلوقتي اقول له جراند، ماشي؟ مثلا ادي له حق انه يكريت يوزر، او خلينا ايه نشوفها كده ونقول اه دي نفر كده. انا هخش انفذها، طبعا انا رود دلوقتي، يعني انا لما بخش بنفذ على البي اتش بي ماي هاد من هنا، بقول له فعليا هو نفذ وهو رود، انا رود عشان اقدر اخش. طبعا لازم طبعا البرنامج بتاع بي اتش بي ماي ادمن مظبط نفسه انه بيكونكت دايما على روت، والا هضطر اخش في الكونفجريشن واعدي. لكن احنا كنا مسطبين فين؟ احنا كنا مسطبين الداتابيز بتاعتنا جوه بي اتش بي ماي ادمن سوفت وير، صح؟ اللي بنرن منها هنا الاكزام كنترول، صح؟ الاكزام كنترول بتاعنا ده بنرنه من هنا. وكذلك احنا ممكن نشغل الشيل بتاعت الماي سيكوال، الكوماند برومبت بتاعت الماي سيكوال نشتغل عليها. ان انا اعمل ايه؟ ان انا اروح في الفولدرات على فولدر اسمه ماي سيك ماي اس كيو ال، تمام؟ جوه الماي اس كيو ال في فولدر اسمه بن، جوه البن ده بقى هتلاقي كل الايه البن بتاعه الماي سيكوال هنا اهو اللي احنا عايزينها، يعني مثلا ماي سيكوال اي ماي سيكوال دوت اكس اي، ده الملف اللي بيشتغل، فهمتني؟ فانا ممكن اخد الباث ده كده عشان اشغل الماي سيكوال دي، قوم جاي هنا عامل ايه؟ فاتح السين دي عشان اشغل ماي سيكوال هنا في الكوماند برومبت. الاول اقول له السي دي تشينج دايركتلي على المسار ده، تمام؟ عشان يبقى جوه مسار البن، يعني جوه نفس المكان، عشان يلاقي ملف اسمه ماي سيكوال دوت اكس اي. او دوت سلاش كده، تمام؟ واخده ماي السكيورتي بس كده. كده انا بفتح الفايل اسمه ماي سيكوال دوت اكس اي في الويندوز، بعمل ده نقطه سلاش ماي ناحيه الشمال ماي اس كيو ال، واخد سبيس واقول له مثلا ايه داش اليوزر سبيس هيبقى احمد، ماشي؟ طبعا لو عملت كده دلوقتي، انا عملت كده دلوقتي، عملت كده كونكت، هيقول لي اكسس دينايد، انا مش عارف يعني مالكش حق تخش عادل عادل، ده اليوزر بتاعي، اليوزر اللي داخل بيه دلوقتي تمام اسمه عادل اهو، فقال لي انا مش قادر اكونكت على عادل اللي من جوه اللوكال هوست من غير باسورد، مش قادر، تمام؟ قلت له ماشي. طب لو انا جيت عملت كده، لان طبعا انا مش مكاني عادل دوت على ماي سيكوال،
لو مكان اليوزرز معانا هو اسمه هيخش ثاني في ثاني. فانا محتاج ان انا اعمل ايه؟ اقول له اليوزر داش داش احمد كده هات لوكال هوست طبعا ودوست انتر كده بس المفروض اقول له اليوزر داش داش اليوزر واحط الاسم ايه؟ اسم اليوزر كده اهو كلمه احمد خلاص. يبقى انا كونكت على ماي سيكوال داش داش اليوزر سبيس احمد ودوست انتر قال لي اكسس دينايد فور احمد ات لوكال هوست من غير باسورد. قلت له صح قال لي باسورد هو واخد سبيس وقول له داش داش باسورد خلاص ودوس انتر. قال لي خلاص انت دلوقتي هتخش ماي سيكوال باليوزر اسمه احمد بالباسورد قول لي الباسورد. فاكتب له احمد احمد اندرسكور باسورد انا كنت بتفرج كده دوست انتر. قال لي ايه دلوقتي؟ قال لي خلاص الكاميرا مش عارف ايه اوريكل 2018 والداتابيز ومش عارف ايه وكده وانا مع ماري دي بي بس مش محدد داتابيز معين. لو عندي شغل داتابيزز مثلا قال لي انت عندك انفورميشن سكيما والسكور والتست بس مالكش حق في ايه؟ تشوف الباقي. الانفورميشن سكيما طبعا عشان تقدر تريتريف داتا لانك واخد كل الصفحات على الاسم والتست دي الداتابيز اللي بياخدوها كلهم اللي هي بتبقى بس مجرد تست داتابيز. وقال لي 3 روز انسنت بتاعت مين؟ بتاعت احمد دي اللي هو اللي شايف احمد دلوقتي. طيب طبعا يقدر يقول يوز سكول تمام؟ خش استخدم سكول قال لي خلاص ده بس تشينج ده انا عامل لي ليه جوه ماي سيكول جوه سكول ده جوه ايه؟ سكول ده عامل ماي سيكول دي الداتا بيس انجن بتاعي تمام؟ اللي نازله مع الماي سيكول. طيب يقدر دلوقتي يسلكت مثلا اسك فروم ستودنت عادي مش مشكله هو كتير من اللي سلكت فعلا استاذ سامي ومحمد وانور وطارق محمد وطه ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه طب ما عنديش مشكله. طيب لو انا جيت قلت له ويقدر ان هو فول 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 ترى بريفليجز على السكول اخليه ما يكريت دلوقتي انا مين دلوقتي انا دلوقتي مين انا احمد قلت له كريت احمد كريت يوزر مثلا هيكاريت يوزر احمد هيكاريت يوزر دلوقتي اسمه مثلا اميره ايمان مثلا بس وخلاص كريت هيكاريت يوزر بس قال لي قال لي اكسس دينايد يو نيد ات ليست وان اوف ايه لانك انت لازم على الاقل تاخد كرييت يوزر بريفليجز عشان تقدر تعمل العمليه دي. يعني انا دلوقتي هو ملوش حق كرييت ايه كرييت يوزر احنا كنا مدين له بس في الامر رديته ان هو ليه حق يعمل اي حاجه جرانت اول بريفليجز بس على السكول بس على مين؟ على السكول بس خلاص كرييت اول بريفليجز على السكول لكن هو ملوش حق يكريت ايه؟ يكريت يوزر. طيب انا هديله الجراند دي انا كمين طبعا برضه حته حلوه ناخد بالنا منها جراند هقول له جراند ان هو يكريت يوزر تمام؟ اون طبعا على كله رينج يوزر من عام خلاص تو فلان تو بقى فلان فلان مين بالنسبه لي احمد خلاص كده هنا بقى ممكن اقول برضه ويز جراند اوبشن صح ودي معناها ان هو يقدر يخلي كانت يوزر جديد يقدر يكريت يوزر وتقول له لا انا مش عايز ادي لا لاحمد ان هو يكريت يوزر لكن مش مديله حق ان ايه انه يديله يخلي يكريت يوزر يكريت يوزرز لا احمد يكريت يوزر لكن خليش يوزر ان هو يكريت يبقى ليه حق ان هو يكريت يوزر تمام؟ فانا اقدر اخد الامر ده واخلي احمد هو اللي ينفذه ازاي احمد يدي نفسه صلاحيه انه يكريت يوزر؟ ما ينفعش يعني انا عملت كريت يوزر كابي مندي وانت عامل بيست سيبه كله مودوس انتر هو ينفع احمد يدي لنفسه كريت جراند يوزر ان هو يقدر يبقى ما ينفعش احمد ما يقدرش يدي لنفسه مش يعني مش عشان غلط يعني الامر مش عشان غلط هي يعني بس جراند كريت يوزر تو احمد
يعني مش الامر كان مكتوب غلط يعني. الاون الاول فين؟ اون تو اهل. هذا الامر كان يعني بس كانت السبيسنج مش مظبوط. قال لي ايه؟ اكسس دينايد فور يوزر احمد. انت مش قادر تخش باليوزر احمد وتعمل لوكال او على اللوكال هوست وحتى لو انت عامل ياه باسورد ديس مش قادر يديك اكسس دينايد، مش قادر تاخد الامر ده، مش قادر ينفذ لك الامر ده. ليه؟ ان احمد مش ملوش حق اصلا يكاريت يوزر عشان يدي لنفسه صلاحيه انه يكاريت يوزر. اللي ليه حق مين؟ الروت. فاحنا عندنا كار عندنا هنا واحنا شغالين على بيتش ميواي ادمن هنا في الاس كيو ال اقدر انا روت هنا انا هنا روت. لو طبعا انا عايز اعرف اورس الفيكتور الكارنت يوزر، بتوصل في الكارنت يوزر اللي هيوريك مين اليوزر اللي داخل دلوقتي. يعني عملت جو كده قال لي مين؟ انت روت على لوكال هوست، يعني دخلت روت على لوكال هوست. لو عملت كده كابي منه ورحت هنا في الاس كيو ال هنا وقلت له كده مش عارف مين الكارنت، مش عارف سيلكت الكارنت اندر سكور يوزر. قال لي انت دلوقتي داخل لمين؟ باحمد لوكال هوست. يبقى هنا انا داخل، انا هنا داخل بروت ات لوكال هوست وانا داخل لاحمد ات ايه؟ ات لوكال هوست. ده الفرق ماشي. فانا هو عامل ايه بقى؟ اقول له طيب انا هدي مين اللي هيدي الجراند دي؟ اللي هيدي الجراند دي مفترض روت صح؟ فانا اقول له جراند كريت يوزر كذا كذا على احمد ماشي. قلت له بقى ايه جو؟ فخلاص احمد ده بقى ليه حق انه كريت يوزر. طب تعالى نتاكد، افتح هنا على الدوس ده كان احمد ليه حق يكريت يوزر؟ اه كان كنا بدين امر احنا ايه؟ كريت يوزر ايميل صح كده؟ ده احمد اللي كان بيجرب دلوقتي، احنا متاكدين ان اللي عامل اللوجن على احمد قفل خلاص. قلت له كرييت يوزر اسمه مان. والله يا اخي يمكن محتاج ان احنا نقفل ونفتح تاني مثلا. ماشي اقفل وافتح السيميلي تاني واقول له ايه؟ اه اخد الباس وارجع هنا اقول سي دي على المسار ده ونقطة وسلاش على ماي سيكوال داش داش يوزر واقول يوزر احمد وداش داش باسورد وادوس انتر. قال لي انتر باسورد، قلت له احمد اي اتش اي ام احمد اندر سكور باسورد. قال لي كده انت لوجن. قلت له حلو، انا اقدر اقول يوز سكول تمام. قال لي تمام انت داتا بيز اسمها سكول ماشي يا عم. قلت له انا عايز اكريت يوزر، فانا كنت عايز اعمل كرييت يوزر اسمها ايميل. ممكن اقول اي ان تي فايند باي ايميل اندر سكور باس مثلا. قال لي تمام كريتها لك. خدت بالكم بقى هنا؟ كاريتها ليه؟ لان احمد بقى معاه حق ان هو يكاريت ايه؟ يكاريت يوزر. طبعا انا لفيت اللفه دي كلها ليه؟ عشان هو واخد جرانت اول بريفليجز على السكول صح ولا ايه؟ هو كده دلوقتي كاريت يوزر اسمه ايمان. صح؟ قدر يكاريت يوزر اسمه ايمان. طبعا لوجن وزحمه عشان برضو تبقوا عارفين اللوجن ازاي؟ طبعا بفترض ان انت في نفس الفولدر يعني مش تمام. عملت لوجن عشان لو طلبوا ادوا لك مثلا اعمل لوجن وزحمه تبقى انت فاهم ده هتعمل دوت سلاش ماي سيكوال داش داش يوزر احمد داش داش باسورد وخلاص اي كان باسورد. انا فهمت تمام كده ان انت عملت لوجن. طيب كده هو كانت ايمان، هو واخد كل الصلاحيات. طب لو جه دلوقتي قال لك مثلا عايز يقول جرانت، خد لي بقى الحته دي ان انا هخلي ايه؟ هخلي احمد يعمل جرانت سيلكت مثلا دوست انتر اون الداتابيز بتاعتي اللي اسمها سكول تمام ماشي دوت استرسك كل الجداول اللي فيها تو مين وحدد الشخصيه اللي انا قلت بيها اللي هي مثلا ايمان ات لوكال هوست
بوست انتر. ايه اللي حصل؟ قال لي تمام، هي ليها حق تعمل جمله سيلكت، لو تقدر تسلكت ماشي تقدر تقيس سيلكت. وبالمره يعني عايز اوريكم جمله برده في الجراند تبقوا برده كويسه. طب افترضنا مثلا انا عايزها تعمل ابديت على حاجه معينه، او ما تعملش ابديت على حاجه معينه، ممكن يكون كولوم كمان، يعني ممكن اقدر ادي صلاحيه على شيء معين جوه تيبل كمان، مش بس او على تيبل معين، احنا عارفين طبعا تيبل معين، لكن ممكن كمان على حاجه معينه جوه التيبل ذات نفسه. تمام، بس خلينا ايه نقول الموضوع ببساطه كده. انا دلوقتي ايمان باسورد ده عملت جراند سيلكت اون السكول، خلاص بيقدر تقدر تسلكت. فلو انا دلوقتي قمت قايل خلاص يعني انا خرجت باي 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 باي، وجيت قمت قايل ايه عايز اكونكت تاني، فبقول دوت طبعا وسلاش وماي اس كيو ال وداش داش يوزر سبيس ايمان وداش داش باسورد دوست انتر. قال لي الباسورد له دوست انتر. قال لي تمام انت قول دلوقتي ايه باليوزر، انت عامل لوجن باليوزر اسمه ايه؟ ما عملش اكسس دلوقتي ايه اللي حصل؟ ما هي قلنا عن باسورد دي تعمل ايمان باس نذكر باس مظبوط يوزر اسمه ايمان ات لوكال هوست، بقول ان انا دخلت على ايمان ات لوكال هوست يوزنج باسورد يس، مش قادر ان انا ماشي. هو بيقول لي اكسس ذا نايت، مش قادر ايه يكونكت باليوزر والباسورد دول. طيب لو انا رحت على الادمن وقلت له مثلا وريني، قلت له وريني مثلا الصلاحيات بتاعت ايمان، يمكن ما كانش ليها لسه حق حتى اللي هو الاساسي ايمان ات لوكال هوست. قلت له جو، قال لي يوزج تو ايمان ات لوكال هوست، سيلكت على السكور ايمان لوكال هوست مظبوط. اقفل وافتح عشان بس الايه ايمان الكريتد في نفس البيج دي لسه ما شافهاش يعني، بس قبل ما اقفل وافتح ناخد كابل كده من اليو ار ال وافتح سي ام دي جديده، قلت له سي دي على المسار ده وبعدين اعمل لوجن بيها ايمان اعمل دوت سلاش واقول له ماي سيكوال، بعديها اقول له داش داش يوزر سبيس ايمان داش باسورد بس انتر على الباسورد ايمان اندرسكور باس ولا دي انا ايمان اندرسكور باس. ايه طب اللي احنا مش عاملينه غلط؟ طيب احنا مش عارف انا ليه مش عايز يكونكت على ايمان. تعال نشوف اليوزر از اكونت ان انا ايه موجوده باللوكال هوست. هي واخده على اللوكال هوست من غير باسورد، كريتينها على اللوكال هوست بدون باسورد، وعامه واخده باسورد يس فاهمني، بس هي كده واخده يعني ان هي مش واخده باسورد فطبعا ما دخلتش. طيب نرجع بقى كده نعمل لها تاني، نعمل لوجن ايمان قال لي ده باسورد من غير باسورد، قال لي ماشي. قلت له بس يبقى ايمان مش معمول لها باسورد على اللوكال هوست تمام. ماشي الحال، بس ممكن اوريكم ازاي تشينج باسورد، بس اقول له شو الداتابيز كده الاول. فقام قال لي ادي الداتابيز بتاعه. قلت له ماشي، قلت له يوز سكول، قال لي ماشي. قلت له سيلكت assets from students، قال لي ماشي كله ماشي. طب احنا اصلا كنا مدينا ايه الصلاحيات؟ لو رجعنا كده لايمان هتلاقي ان الصلاحيات كانت ان هي
لما كلمنا اليوزر اسمه ايمان ادينا له جرانت ان هو، لا ايه ده فين الجرانت اللي اديناها لايمان؟ ما كتبناهاش هنا، ما نقلناهاش صح، ما نقلناش الجرانت اللي اديناها لايمان. طيب احنا كنا كتبناها هنا، لا ضيعناها، مش مشكله، مش مشكله خالص. هو لو هي كانت تقريبا كانت بتسلكت بس. طب لو انا جيت قلت له مثلا تعالى نعمل انسيرت، لو مثلا سيل يعني لو حبيت تعمل ديليت او ديليت يوزر مثلا، ديليت فروم ستودنت وير ان الستودنت ان او وبتساوي مثلا الرقم ده مثلا يعني ده مثال. قال لي ايه ديليت كوماند دينايد ذا يوزر اسمه ايمان. هي اللي انا عايز اوصل لكم بيها، ان هي مالهاش حق ان هي تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل ديليت، لان احنا ما اديناهاش جرانت للديليت. هي دي الفكره، بس ان هي ممنوعه اهي من عمليه الايه؟ الديليت. فاليوزر كده احنا قدرنا نتحكم فيه ونديله صلاحيات معينه او نشيل منه صلاحيات معينه والى اخره. تمام؟ ده كده كان بالنسبه للايه؟ للريستريكشنز اللي ممكن نعملها على اليوزر. فاضلنا نعمل بس الريفوكينج، ازاي نشيل صلاحيه من يوزر وازاي نكريت روبي. تمام؟